السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في الجزء الثاني من فيديوهات دورة الاستثمار والشركات. في الجزء الأول أو الفيديو اللي فات يعني أوضحنا لحضراتكم أنه في نوعين رئيسيين من الشركات: الشركات المدنية والشركات التجارية. وأدينا نبذة توضيحية بسيطة جدا في الفيديو السابق عن الشركات المدنية وعن الشركات التجارية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم بوضوح، أو بداية من النهاردة أو بداية من هذا الفيديو هنتكلم إن شاء الله بوضوح أكتر وبتفصيل أكتر عن الشركات التجارية، لأن زي ما قلنا في الفيديو السابق إنه الشركات المدنية تخرج من تصنيف الشركات التجارية اللي إحنا بنستهدفها في هذه الدورة. فاسمحوا لي كما تعودنا مع بعض إني أنا أقرأ على حضراتكم، وبعد كده اللي أقرأه ده أوضحه بشكل مبسط. إحنا في الفيديو السابق قلنا إن الشركات التجارية بتنقسم إلى نوعين رئيسيين، وأنا هنا لو سمحتم عايز أوضح حاجة. أنا مش بتكلم على الأنشطة الخاصة بالشركات، لأنه الأنشطة زي أن شركة تبقى نشاطها استيراد وتصدير، أو شركة يبقى نشاطها مقاولات، أو شركة يبقى نشاطها سياحة أو سياحة دينية. ده إن شاء الله هيجي في الفيديوهات القادمة وهنذكره بالتفصيل. فأنا مش بتكلم هنا على الأنشطة، لكن أنا بتكلم على الشكل بتاع الشركة. أما النشاط يعني مثلا إحنا لما نقول شركة أشخاص، شركات الأشخاص دي ممكن يكون لها أنشطة مختلفة، يعني بتشتغل شركة أشخاص بتشتغل في استيراد وتصدير، وبتشتغل مثلا، يعني انا بدي امثله، تمام. فاحنا حاليا علشان لا يلتبس الامر على حضراتكم او على اي من حضراتكم، احنا مش بنتكلم عن الانشطه، ولكن احنا بنتكلم عن الشكل. فالشركات التجاريه من حيث الشكل لها شكلين: شركات أشخاص وشركات أموال. طيب نقرأ مع بعض شركات الأشخاص، وبعد كده نوضح ونبسط لكل اللي بيستمعوا إلي الآن، علشان لو كان حد من غير الدارسين للقانون يفهم الموضوع بكل يسر وسهولة. شركات الأشخاص تقوم أساساً وفي المقام الأول على الاعتبار الشخصي، فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الأشخاص تجمعهم رابطة القرابة أو الصداقة، ويضع كل منهم ثقته في الآخر، بحيث تكون شخصية كل شريك محل اعتبار باقي الشركاء. ونظرا لأهمية الاعتبار الشخصي في هذا النوع من الشركات، فإن هذه الشركات لها خصائص خاصة بها. احنا بنتكلم عن الشكل، فقلنا إن في شركات أموال نوعين من الشكل، شركات أموال وشركات أشخاص. وبدأنا الحديث في شركات الأشخاص،
وقلنا إنه الاعتبار الشخصي في شركات الأموال الأشخاص اعتبار مهم جدا. يعني شركات الأشخاص دي سميت من اسمها كده، لما واحد يتأمل في الاسم، ايه شركات أشخاص يعني ليه شركات أشخاص؟ من الاسم، دلالة الاسم توحي لك بالمعنى، دلالة الاسم توحي لك بالمعنى. شركة أشخاص يعني قائمة على الاعتبار الشخصي. يعني مثلا أنا، أعوذ بالله من كلمة أنا، ومجموعة من أصدقائي بنثق في بعض، أو مجموعة من أقربائي، أو مجموعة من جيراني أو زملائي أو أيا كان، وبنثق في بعض، فقررنا إن احنا نعمل بزنس، نعمل عمل تجاري مع بعض. فهذا العمل التجاري قائم على الاعتبار الشخصي، قائم على أني ألف بيعرف به، وبه بيعرف سين، وسين بيعرف صاد. فهذه هي أو هذا هو الاعتبار الشخصي في هذا هو الاعتبار الشخصي في الشركات. ولذلك سميت شركات أشخاص، لأن الاعتبار الشخصي أساسي فيها. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة جلية أمام حضراتكم، أن شركات الأشخاص سميت شركات أشخاص لأن الاعتبار الشخصي اعتبار ذو أهمية محورية وأساسية في هذه الشركات، أيا كان الاعتبار الشخصي ده، صداقة، زمالة، قرابة، أيا كان. خصائص شركات الأشخاص، ما هي بقى خصائص شركات الأشخاص؟ الشركة في الأصل لها خاصتين أو خاصيتين. خصائص شركات الأشخاص لها خاصيتين. الخاصية الأولى هي أن الشركة في الأصل تنحل بوفاة أحد الشركاء أو بفقده أهليته أو بانسحابه من الشركة. الخاصية الثانية، لا يجوز لأحد الشركاء أن يتنازل عن حصته في الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء. إيه معنى الكلام ده حضراتكم؟ الخاصية الأولى أن الشركة تنحل بوفاة أحد الشركاء، لأن الشركاء أصلا لما كونوا الشركة دي كونوها استنادا للاعتبار الشخصي، إنهم مجموعة من الأصدقاء أو مجموعة من الأقارب أو الزملاء، وبالتالي هم بيثقوا في بعض. والاعتبار الشخصي اعتبار مهم جدا ومحوري ومركزي في هذا النوع من الشركات. فبالتالي إذا توفى أحد الشركاء كده، طيب مين اللي هيحل محله؟ هل هيحل محله شخص آخر؟ طب ما الشخص ده هيبقى غريب عن المجموع، هيبقى غريب عن المجموع. اللهم إلا إذا ذكر في عقد التأسيس إنه يحل محل ورثته، ده أمر آخر. لكن إذا لم يذكر ذلك وذكر أنه في حالة وفاته، وفاة أحد الشركاء، تنتهي الشركة وتنفض، يبقى تنفض. ليه؟
لأن هي قائمة على الاعتبار الشخصي. أيضا لو أحد الشركاء فقد أهليته، فقد أهليته يعني مثلا أصبح طاعنا في السن وأصيب بمرض الزهايمر أو شيء من هذا النوع يعني، فأصبح غير قادر على اتخاذ القرارات المالية، يبقى في برضو في هذه الحالة تنفض الشركة. أيضا إذا انسحب أحد الشركاء، يعني واحد من الشركاء قال لهم والله أنا يعني محتاج الفلوس بتاعتي اللي موجودة في الشركة وهنسحب. طيب ليه كل الحاجات، يعني ليه الشركة الخاصية الأولى دي اللي هي أن الشركة تنحل بوفاة أحد الشركاء أو بفقده أهلية أو بانسحابه؟ لأن زي ما قلت أن هذا النوع من الشركات قائم على الاعتبار الشخصي، قائم على الاعتبار الشخصي. الخاصية الثانية من خصائص شركات الأشخاص أنه لا يجوز لأحد الشركاء أن يتنازل عن حصته في الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء. من الممكن أن هم يكتبوا يعني في يتفقوا في عقد التأسيس أنه يجوز لأحد الشركاء يعني نقل حصته لابنه أو لا، يجوز، لكن اللي هو الأساس في الموضوع أنه إذا أحد الشركاء تنازل عن حصته فهذا أمر لا يجوز إلا بموافقة باقي الشركاء. يعني ما ينفعش أن واحد من الشركاء يجي كده يقول لباقي الشركاء معاه في الشركة سلام عليكم، عليكم السلام، والله أنا النهاردة معلش يا جماعة سامحوني أنا حنقل الحصة بتاعتي لفلان. ما ينفعش. ليه؟ لأن فلان ده غريب عن هذه المجموعة، غريب عن هذه المجموعة، فبالتالي لا يجوز أنه ينقل حصته لشخص غريب عن المجموعة. هذه المجموعة من الناس كونت هذه الشركة استنادا إلى وجود اعتبار شخصي، معرفة شخصية زي ما أوضحنا. طيب أنواع شركات الأشخاص، ما هي أنواع شركات الأشخاص؟ احنا في الفيديو السابق كنا تناولنا هذا الموضوع، بس احنا هنوضحه دلوقتي، يعني هنتناوله ولكن بشيء من التوضيح. في ثلاثة أنواع رئيسية لشركات الأشخاص، وهي أولا شركات التضامن، وتتكون من شخصين أو أكثر، ويكون الشركاء فيها متضامنين في جميع تعهداتها، حيث أنهم جميعا مسؤولين مسؤولية تضامنية وغير محددة عن سداد التزامات الشركة، وتمتد هذه المسؤولية إلى الأموال الخاصة بالشركاء. إيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده ببساطة إنه أول نوع من أنواع شركات الأشخاص وهي شركات التضامن. هنفترض حضراتكم أنه في ألف وبه وسين وصاد، الأربعة دول أصدقاء أو أقارب أو زملاء كونوا مع بعض شركة تضامن. نشاطها أيا كان نشاطها، نتكلم على الأنشطة فيما بعد. طيب شركة التضامن دي فلنفترض أنه هم اتفقوا مع بعض على أن يكون رأس مال الشركة وليكن مثلا 1,000,000 جنيه،
كل واحد هيدفع ربع مليون جنيه، 250,000 جنيه. وكونوا الشركة، رأس مالها 1,000,000 جنيه. طيب الشركة دخلت في معاملات تجارية وما إلى ذلك. طيب الشركة خسرت، الشركة لا قدر الله خسرت، وخسرت خسارة تتجاوز حدود رأس مالها اللي هو 1,000,000 جنيه. يعني دخلت في أنشطة ومقاولات ولا أي شيء، وترتبت عليها ديون، وصلت الديون دي إلى مثلا 2,000,000 جنيه. طب هي رأس مالها 1,000,000 جنيه بس، كل واحد من الأربع شركاء دافع ربع 1,000,000 جنيه. طيب هي خسرت 2,000,000، يعني خسرت رأس مالها اللي هو 1,000,000 جنيه، وفوق منها 1,000,000 تانية. طيب يبقى ايه الحل؟ 1,000,000 التانية اللي هي خسرتها هنجيبها منين؟ قال لك ان الاموال الخاصة بالشركاء في شركة التضامن الخاصة بيهم ايه بقى؟ مش اللي دخلوا بيها في الشركة، هو كل واحد دخل في الشركة بربع 1,000,000 جنيه، لكن عنده أمواله الخاصة. يعني مثلا هو خد من أمواله ربع 1,000,000 جنيه وعمل شركة مع باقي أصدقائه أو زملائه، لكن عنده بقى أموال تانية، عقارات، أراضي زراعية، أموال سائلة، أيا كانت. في الحقيقة إن خطورة شركات التضامن إن أموال الشريك التي لا تدخل ضمن الشركة، يعني أمواله اللي هو أصلا ما حطهاش كجزء من رأس مال الشركة أو أصول الشركة وبعيدة كل البعد عن الشركة، هذه الأموال ضامنة لأي خسارة تحدث للشركة. يعني لو زي ما في المثال اللي احنا قلناه، لو خسرت رأس المال بتاعها 1,000,000 جنيه وخسرت فوق منه 1,000,000 تاني، 1,000,000 التانية نجيبها منين أو هتتجاب منين؟ كل واحد لو في دائنين للشركة بالمليون التانية دي، من حقهم ان هم يحجزوا على اموال الشركاء اللي هي مش جزء من الشركة، الاموال اللي خارج الشركة. يدوروا بقى على كل شريك يشوفوا معاه كام في البنوك، معاه كام اراضي، معاه كام عقارات، معاه كام منقولات، كل أمواله عقارات، منقولات، أموال سائلة ضامنة، وممكن ياخدوا 1,000,000 جنيه دي كلها من شريك واحد أو من اتنين أو من تلاتة أو من الأربعة، يعني الدائنين الشركة. وهنا دي خطورة شركات التضامن، خطورة شركات التضامن إنه ممكن الشريك المتضامن يبص يلاقي نفسه هو لوحده دفع كل الخسارة، وبعد كده هو يرجع على باقي الشركاء الآخرين، أو الخسارة تتقسم على اتنين أو على تلاتة أو على أربعة على حسب. وده ليه؟ كل ده ليه؟ لأن هذه الشركات قائمة على الاعتبار الشخصي، وبالتالي هي الخطورة بتاعتها زي ما هي في أمان من حيث انه كل واحد بيثق في التاني لانهم مجموعة من الاصدقاء او الاقارب او الاهل، برضو من ناحية تانية في خطورة دي انه اي الخسارة دي بيتحملها الشركاء مش بس في حدود رأس مال الشركة، ولكن في اموالهم الاخرى.
في أموالهم الأخرى، وممكن شريك واحد بس الدائنين للشركة يرجعوا عليه وياخدوا كل مديونياتهم منه، وهو بعد كده يبتدي يطالب باقي الشركاء كلا بنصيبه في هذه المديونية. ودي نقطة خطيرة في شركات التضامن. النوع الثاني من شركات الأشخاص وهو شركات التوصية البسيطة. شركات إيه؟ التوصية البسيطة. اسمحوا لي حضراتكم برضو أن أنا أقرأ وأوضح لحضراتكم. وهي تتكون من فريقين من الشركاء. الفريق الأول وهم شركاء متضامنين، والفريق الثاني هم شركاء موصين. موصي. طيب ايه الكلام ده؟ ايه معنى الكلام ده؟ النوع ده من الشركات زي شركات التضامن بالظبط، لانه شركة اشخاص وقائمة على الاعتبار الشخصي، بس هي فيها يعني اقل حدة او خطورة من شركات التضامن. في ايه؟ احنا قلنا شركات التضامن بيبقى الشركاء المتضامنين متضامنين حتى في اموالهم الشخصية، اللي مش داخلة ضمن رأس مال الشركة بيضمنوا مديونية الشركة باموالهم دي، وممكن الدائنين يرجعوا على واحد من الشركاء ياخدوا منه كل اموالهم، او يرجعوا عليهم كلهم ياخدوا من ده شوية ومن ده شوية ومن شوية لغاية لما يحصلوا على مديونياتهم كلها. طب في الشركات اللي هي النوع الثاني من الشركات اللي هي شركات التوصية البسيطة، بنلاقي انه في نوعين من الشركاء، شركاء متضامنين وشركاء موصين. الشركاء المتضامنين بيبقوا متعرضين لنفس الخطر في حالة حدوث مديونيات على الشركة، نفس الخطر اللي موجود في شركات التضامن. يعني لو الشركة أفلست أو عليها مديونيات، الدائنين يرجعوا عليهم كلهم، مش بس على حصصهم اللي موجودة في الشركة ولكن على كل أموالهم. أما الشركات الشركاء الموصين، الشركات الشركاء الموصين فدول أحسن حالا. ليه أحسن حالا؟ لأن دول بتبقى مسؤوليتهم عن المديونيات في حدود أنصبتهم داخل الشركة. في حدود إيه؟ أنصبتهم داخل الشركة. يعني الواحد نصيبه داخل في الشركة بربع مليون جنيه، لو الشركة خسرت وبقيت مديونة يبقى هو إيه؟ لا أحد يسأله عن أي مديونية إلا في حدود الربع مليون جنيه دي اللي هو داخل بيها، لكن عنده أموال تانية، أموال سائلة أو منقولات أو عقارات، مفيش حد من الدائنين للشركة في حال الشركة خسرت أو أفلست محدش يقدر يروح لأمواله الأخرى. الدائنين للشركة يقتصروا على أنهم ياخدوا حقوقهم من الجزء اللي هو اللي هم شركاء الموصين. الدائنين الشركة ياخدوا حقوقهم من الشركاء الموصين في حدود نسبة أو رأس المال اللي هم شاركوا به هؤلاء الشركاء الموصين. وبالتالي الشركاء الموصين في هذا النوع من الشركات، لأن ما لهمش مخاطرة بنفس درجة الشركاء المتضامنين، بيبقوا هما دايما هذا النوع من الشركات نظامه كده، بيبقى اللي من حقه أن يدير ويوقع على الشيكات والإدارة وما إلى ذلك هم الشركاء المتضامنين. ليه؟ لأن الشركاء الموصين زي ما قلنا دول في أمان، لو الشركة أفلست أصبحت مديونة لن يسألوا إلا في حدود رأس المال اللي هم ساهموا به، وبالتالي المخاطرة عليهم قليلة، المجازفة قليلة.
أما الشركاء المتضامنين فدول المخاطرة كبيرة، لأن الأمر في حالة الشركة خسرت وعليها مديونية، الدائنين ممكن بيحصلوا زي ما قلنا أموالهم وديونهم من باقي أموال الشركاء المتضامنين الأخرى اللي هي ما دخلوش بيها في الشركة. علشان كده الشركاء المتضامنين في هذا النوع من الشركات اللي هي شركات التوصية البسيطة، الشركاء المتضامنين لأنهم متحملين مخاطر أعلى، فبالتالي هم بينفردوا بالإدارة والتوقيع وكل هذه الحقوق، والشركاء الموصين ملهمش دعوة بهذه المسائل زي الإدارة أو توقيع الشيكات أو توقيع العقود أو ما إلى ذلك. النوع الثالث من شركات الأشخاص بيسمى شركات المحاصصة، شركات المحاصصة. طب إيه هي بقى شركات المحاصصة؟ هي شركات مستترة لا وجود لها إلا بالنسبة للشركاء، ليس لها وجود بالنسبة للغير، وعلى هذا لا تتمتع بالشخصية المعنوية، وليس لها وجود قانوني أو اسم تجاري أو ذمة مالية. إيه معنى الكلام ده؟ إحنا قلنا إن في شركات تضامن، شركات الأشخاص ثلاث أنواع، شركات تضامن وشركات توصية بسيطة وشركات محاصصة. النوعين الأولانيين التضامن والتوصية البسيطة دول بيبقى ليهم شخصية قانونية. يعني إيه شخصية قانونية؟ يعني الشركة بتبقى كأنها بني آدم، بس بني آدم مش حقيقي، اعتباري، شخص اعتباري، يعني كأنه شخص ولكنه مش شخص. يعني من حقه إنه يمضي على عقود، والمدير طبعا أو الممثل القانوني ليها حقه إنه يمضي على عقود، ومن حقه إنه يمضي على شيكات، وليها اسم وليها علامة تجارية وليها اعتبار كامل كما لو كانت شخص. يعني مثلا ممكن تلاقي شركة كذا ليها علامة تجارية، ليها اسم تجاري، ليها ذمة مالية، ممكن ترفع قضية باسمها باسم الشركة. يعني رئيس مجلس الإدارة أو الممثل القانوني يعمل توكيل لمحامي، أو المحامي ده يرفع قضية باسم الشركة، أو ترفع قضية على الشركة باسم الشركة. يعني لها شخصية قانونية اعتبارية كما لو كانت إنسان، بس الإنسان شخص طبيعي، إنما هي شركات التضامن وشركات الأشخاص والشركات الأموال برضو زي ما هنشوف، دول كلهم لهم شخصية اعتبارية. لكن شركات المحاصصة ملهاش الشخصية الاعتبارية دي، لا لها شخصية اعتبارية ولا ذمة مالية ولا علامة تجارية ولا أموال خاصة بيها. يعني نقدر نقول إن شركات المحاصصة دي يعني حاجة كده بين الناس وبعضيها، ثلاثة أربعة من الأصدقاء. يعني أنا عشان أوضح لكم بأسلوب بسيط، مثلا ممكن ثلاثة أربعة من الأشخاص يتفقوا مع بعض، حتى أنت 50,000 وأنت 50,000 وأنت 50,000 وأنت 50,000، وهنجيب شوية أجهزة كهربائية أو ملابس أو مش عارف إيه وهنتاجر فيها، لكن ما اتخذوش أي خطوات لتسجيلها أو عمل سجل تجاري أو عمل، ما فيش أي، هم مع بعضهم في قاعدة كده لموا من بعض وبدأوا يتاجروا في أي نوع من أنواع التجارة، إن كان مأكولات، مشروبات، ملابس، أجهزة كهربائية. وبالتالي دي نوع من الشركات ليس له وجود قانوني، ليس له شخصية اعتبارية ولا أموال ولا علامة تجارية ولا ذمة مالية ولا أي شيء، كأنها غير موجودة. ده
النوع الثالث من شركات الأشخاص اللي هي شركات المحاصصة. بكده احنا وضحنا الثلاث أنواع من أنواع شركات الأشخاص، وعرفنا ليه هي سميت شركات أشخاص، وإن شاء الله بإذن الله تعالى في الفيديو القادم هنتحدث سويا عن شركات الأموال، وإن شاء الله إلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.